هدية خيالية تقدمها والدة أنانت أمباني لزوجته راديكا مرشانت بعد أخبار انفصالهما، وسعرها تخطى التوقعات. كشفت وسائل إعلام هندية عن هدية باهظة الثمن قدمتها نيتا أمباني عقيلة رجل الأعمال والملياردير الهندي موكيش أمباني لراديكا مرشانت زوجة ابنهما أنانت أمباني. وأفادت تقارير محلية بأن نيتا أمباني المعروفة بعلاقتها الوثيقة مع زوجة ابنها راديكا مرشانت أذهلت الجميع بإهدائها عقدا من اللؤلؤ والألماس. واستعرضت راديكا العقد بأناقة في إحدى المناسبات إذ ارتدتهما تنورة ذهبية جميلة، ولا تزال القيمة الدقيقة لقطعة المجوهرات الثمينة غير معلنة وفق الصحف الهندية. يأتي الحديث عن هدية نيتا أمباني لزوجة ابنها راديكا في ظل انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصال ابنها أنانت عن زوجته بعد أقل من شهرين على حفل زفافهما، والسبب يعود لشخيره بصوت عال بعد زيادة وزنه. يذكر أن زفاف الثنائي أنانت وراديكا كان قد أقيم على مدار 4 أيام بعد 7 أشهر من الاحتفالات المستمرة، وحضر الاحتفالات الكبيرة في يوليو عدد من النجوم. وفي خطوة لافتة قدم الملياردير الهندي أنانت أمباني ساعات باهظة الثمن للذين حضروا حفل زفافه الشهير، الأمر الذي أدى إلى استغراب الكثير من الناس حول العالم. وتتميز الساعة بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط وظهر من كريستال الياقوت. وكان قد تم إرسال دعوات حفل الزفاف في صندوق أحمر مزخرف يحتوي على معبد فضي وهدايا وشال الباشمينة المصنوع يدوياً، وتقدر تكلفة كل دعوة بحوالي 7000 جنيه استرليني، كما حصل كل ضيف على صناديق تحتوي على مجموعة من الهدايا الفخمة. وشغلت تكلفة حفل الزفاف الأسطوري للثنائي البالغين من العمر 29 عاماً اهتماماً عالمياً متزايداً بسبب التكلفة الباهظة له وحضور عدد كبير من نجوم العالم وسياسيه. وتعادل تكلفة حفل الزفاف في حدها الأقصى 0.5% فقط من صافي ثروة عائلة أمباني وفقاً لفوربس. وكجزء من احتفالات الزفاف نظم موكيش أمباني ونيتا أمباني حفل زفاف جماعي للمحرومين مطلع يوليو تموز الماضي. وفي 5 يوليو استضافت عائلة أمباني حفل مميز الذي شهد مشاركة عدد من المشاهير، فمن أداء نجم البوب جاستن بيبر إلى العروض الخاصة التي قدمها المشاهير كان الحفل حدثاً عالمياً مرصعاً بالنجوم. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.